السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما العاده معكم محمد ياسين الساري. المهم واحد الحاجه كنقول لكم اليوم، صورت الفيديو بالنسبه المهم انا كنقول حسين نعمل فلوغات، ولكن بقوه ما كنعشق الرياضيات بزاف، ما كيخلينيش داكشي نعمل فلوغات هكذا بلا ما نعمل دروس الرياضيات. دونك اليوم ان شاء الله نوض في الصباح وصورت لكم الدروس بالنسبه هذا العام. المهم نوض صورت حتى الثانيه بكالوريا، صورت ثانية بكالوريا علوم، صورت من الدرس الثالث حيت على حسب ما عرف بلي هما وصلوا للدرس الثاني في المقر الدراسي ديال الشقاق، هما واصلين دابا في الشقاق. انا بغيت نبدا الشقاق بوركي الشقاق هما قاريناه، يعني انا ما نلحقهمش فيه. دونك انا صورت الدرس الثالث اللي هو دراسة الدول التمثيلي والمبياني، صورته وهو دابا عندي منزل يعني الدرس، وكل تعريف من تحت منه مثال ديالو، فهمتوني كيف. دونك حاولت نديطايي داكشي مزيان وحاولت نتعمق داكشي مزيان ونشرح داكشي مديطايي، دونك كنتمنى يكون داكشي في المستوى المطلوب. دابا جبرتينا هما عندي مصورين، غنمشي غنمونطاجيهم يعني غنلصق فيديوز مع بعضهم، وغنحاول نركز على الوقت، يعني كل فيديو فيه 10 دقائق، وغادي ننزلهم ان شاء الله، يعني كل فيديو غنزلو في النهار. وبالنسبه للطلبه ديال ماتيماتيك او لا شيمي، يعني اللي كيقراو اس ام سي اس 3، انا صورت لكم التمرين الثالث في التيدي حيت كنا وقفنا في التيدي، انا صورته وانا ان شاء الله اليوم غادي ننزل لكم اكزرسيس شي واحد كيسولني على الحاس، انا ننزل لكم اكزرسيس، ننزل لكم المهم جاي فيه 30 دقيقه، يعني ننزل لكم فيديو اليوم وفيديو غدا وفيديو اليوم حتى نسالي صافي، قبل ما نكون صورت شي فيديوز اخر من الكلاس. وكنتمنى يكون داكشي في المستوى المطلوب، وحاولوا اللي عنده شي حاجه ولا شي سؤال ولا شي حاجه ينزل لنا في الكومنتير صافي، او لا ننزل لكم الباج ديالي في فيسبوك، سردوا لي ميساج تما وحنا موجودين صافي. وبالنسبه مره ننزل لكم لي فلوغ هيدا والدروس ديال القرايه، غننزلو ماتيماتيك ولا شيمي، وغنكملو على داكشي ديال داكشي ديال البكالوريا وشويه الفلوغات وحنا ماشي صافي. يلا السلام عليكم.